مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أنفاس سبور. حلقة اليوم غادي نخصوا الحديث عن المنتخب الوطني والحديث أكثر على المباراة. وأمس غادي يحضر معنا الإطار الوطني سي عبد الرحيم طالب. سي عبد الرحيم مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، وهذا شرف أن أحضر معكم لتحليل هذه المقابلة القيمة للفريق الوطني المغربي. أحسنت، شكرا لك لأنك قبلتي الدعوة، وشكرا على الحضور ديالك معنا. سي طالب، كيف شتيني وغنتكلموا على مباراة المنتخب المغربي اللي أمام المنتخب ليسوتو؟ المنتخب الوطني قدم واحد الأداء نقدروا نقولوا عليه أنه مخيب للآمال في الشوط الأول، في نظرك أشنو السبب؟ السبب واضح، لان السيد المدرب من بعد المقابله ديال الكابون وبعد الفوز ب 4-1 كانت هناك عده مشاكل تقنيه لا سيما في الدفاع وفي العمق الدفاعي، فلولا بونو لولا يعني الحظ كذلك وعدم تركيز الخاص نتجنا اكثر من اصابه، فكان المفروض ان يغير شيئا ما الفريق، وكذلك اعطاء فرصه للشباب اللي شاركوا في يعني في الاولمبيه حتى يتمكنوا ان ياخذوا التجربه الكافيه للتظاهرات القادمه. ف يعني الاقحام 9 عناصر جديده ليس بالسهل، فهناك غياب التجانس التقني التكتيكي تجارب، وكذلك يعني الثقل المقابله امام الجمهور المغربي ولا سيما يعني في البلاد ديالنا، رغم ان هناك لم يكن هناك ضغوطات لان احنا متاهلين كاس افريقيا لان البلد المضيف، فاللاعبين لم يلعبوا بينهم ولو مره لستين وثلاث او اربع لاعبين يلعبوا في الالعاب الاولمبيه، فهذا اعطانا يعني واحد اللاعب متقطع، كنشوفوا الايقاع عدم الايقاع، كره طائشه. ف الشوط الثاني يعني في الدقيقة 55 لما قام بتغيير وإيقاع عناصر مجربة شفنا فريق الوطن المغربي على الوجه الحقيقي، عدة فرص قطف من بعيد وتسجيل، فهذا يجب الجمهور المغربي أن يفهم أن هاد اللاعبين ليسوا جاهزين 100% لحمل القميص الآن، فهما لاعبين اللي غادي إن شاء الله تدريجيا يدخلون في إيقاع المقابلات، في إيقاع يعني ثقل المقابلة. فلذا أولا احنا فرحانين لان فزنا في مقابلتين، فالتصنيف العالمي والافريقي والعربي المغرب دائما يبقى متصدر افريقيا وعربيا، وكذلك في الصف 14 عالميا، فهذا انجاز للفريق الوطني المغربي. سي طالب اسمح لي، كاين اللي كيشوف انه فوز صغير قدام زعما منتخب اللي ما عندوش واحد التاريخ كروي معلوم وما عندوش نجوم في عالم كره القدم، هو من هذا الحجم هذا وخلق لنا متاعب. صحيح، المتاعب هي دفاعيه فقط، فلم يكن هناك ولو مرتده واحده ولو قذف على الحارس، فاذا دفاع وسط ما كنا جاهزين، اللي تيبقى هو تسرع من الناحيه الهجوميه، داك التنشيط الهجومي اللي خصنا نشتغلوا عليه، وهذا المشكل غلقوا جميع الفرق، لانه ولا سيما الناس نستقبل كاس افريقيا في المغرب، فجميع الفرق ستهاب الفريق الوطني المغربي وتلعب بطرق مغايره على يعني الطريقه التي تلعب بها، فالدفاع المتاخر يعني تقريب المسافه بين الخطوط يعني بين وسط الميدان الهجوم والدفاع بعشر لاعبين سيخلق مشاعب كبيره للفريق الوطني المغربي. اذا الان يعني تنظن ان خصنا نجروا يعني جرس التنبيه ان غلقوا هذه المشاكل وخصنا نلقاو الحلول. الحلول هي دائما ملي كيكون واحد الدفاع متاخر وغيلعب مرتدات خصنا نحذو الظهر ديالنا، وكذلك نلعبوا على الاطراف او على العمق، ولكن خص اللاعبين اللي كذلك يقذفونا من بعيد بحال زياش بحال يعني دياز بحال اللاعبين وناحي في قمه العطاء ديال البدني، فهذو اللاعبين يقدروا يغيروا مجرى الفريق، فهذا حتى نفسيا ما خصناش نهبطوا يعني ندخلوا في الشك، لان من بعد 20 دقيقه 25 30 35 ولا تسجيل كيولي تسرع، كيولي باغي نسجل باي طريقه، فهنا خص يكون واحد التدخل اولا ذهني نفسي عند اللاعبين باننا 90 دقيقه نقدروا نسجلوا، وكذلك نشوفوا طريقه اللعب يعني اللي غتساوي المؤهلات البدنيه الفرديه ديالنا واللي غادي تخلق مشاكل للفريق الخصم وتخليص الفرص. هنا عمل جبار اللي خصو يقوم به المدرب، ولا زين باقي عندنا الوقت سنه وبعض الاشهر. كنت غنقول لكم مازال باقي الوقت، واش مازال؟ لا مازال، يعني مازال عندنا 6 مقابلات تقريبا او 7 مقابلات داخله في تاهيل كاس العالم وكذلك في كاس افريقيا، ولا سيما ان نجربوا في كاس افريقيا اللي حنا مؤهلين، ما عندناش لو ريسك، ما عندناش واحد نخافوا نخسروا وما نتاهلوش، دونك ديجا عندنا واحد النسبه مئويه ديال 100% ان حنا متاهلين، فهذا خصنا نلقاو فريق رسمي. هذا لان تغيير اللاعبين يغيروا الايقاع ويغيروا الصوره التكتيكيه، فلذا الان خصنا المقابله القادمه ان شاء الله ضد افريقيا الوسطى في وجده
نتمنوا تلعب في وجده، نعطيو فرصه للجمهور الشرقي يشوف يعني الفريق الوطني المغربي عن قرب، نكون ديجا لقينا 10 او 11 لاعب رسميين، ومن بعد نبدا نقحموا عناصر شابه الا باش تاقلم على الاجواء ديال الفريق الوطني المغربي. واهم شيء في المقابله البارح هو ان ربحنا ظهير ايسر، ظهير ايسر لانزول كنت كم منبر تكلمت عليه انه بكل تواضع كندرس في المانيا واعرف العقليه الالمانيه، فليس هناك مكان للعاطفه. لو لم يكن عنده مستوى جيد ومستقبل ظهير ايسر في بايرن ميونخ ما يمكنش يجيبوها يعني المسؤولين على 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 البحث عن اللاعبين. فكنعرفوا ان الكره الالمانيه ولا بايرن ميونخ ولا كولن اين درس ناس عندهم لاعبين قدماء حاصلين على دبلوم اولا للتدريب والبحث ونسميه لا بروسبكسيون، كيبحثوا اللاعبين كيشوفوا فيه بانه غادي يكون جاهز ولاعب كبير في الفريق ديالهم. اذا هذا اللاعب هذا الباح بين انه الاستدعاء ديالو كان في محله وان شاء الله غنربحوا ويصرف في المستقبل. وهذا الشيء اللي كان نيت سي وليد الركراكي كان هو مكسب للمستقبل. صحيح. وكاين هناك لاعب اخر يلعب بجيفنتوس دو تيران، لاعب ظهير ايسر 20 سنه من احسن الاظهره في ايطاليا، تتمنى السير الكراكي يشوفوا والقسان عبي يكون معنا ظهير ايسر ثاني، لان دائما خصك جوج لاعبين في المركز. والمشكل في العالم الان هو الظهير ايسر وراس حربه، يعني التسعودي غيسجل والظهير الايسر ما كاينش في العالم. مشكل عالمي مع العالمي، حتى نشوفوا ريال مدريد تبحث على ظهير ايسر يعني حتى في فرنسا باريس سان جيرمان مشات تبحث على لاعب برتغالي ظهير ايسر. فهذا مشكل في العالم، هو داخل نسق التكوين. وكنتمنى الاكاديميات الان اللي تشتغل يعني الاكاديميات الخاصه او التابعه للجامعه يقلبوا على لو بروفايل ديال اللاعب ظهير ايسر اللي وراس حربه بان طرف سبيسيفيك، واحد العمل خاص باش يوجدوا لنا لاعبين في هذا المستوى ان شاء الله. سي طالب الناخب الوطني في تقييم لهذه المباراه قال ان هذه المواجهه مهمه لعناصر المنتخب الوطني، لان مثل هذه المواجهات مع الفرق القويه كتساهم في تطوير مستوى اللاعبين. كيفاش كتشوف انت هذا الامر؟ كيف ممكن هذا الامر يخدم مصلحه العناصر الوطنيه؟ لان انا دائما اؤمن بان المقابله هي الوجه الحقيقي ديال اللاعب. وانا يعني المدربين الكبار بحال غارديولا بحال كلوبس الاساتذه تيتكلموا تيقول لك بان اللاعب دو ترافاي دون كونتكست ريال، يعني واحد واقع كروي. الواقع الكروي هو المقابله اللي كتعطيك الوجه الحقيقي ديال اللاعب وليس التدريب. فاللاعب لما كيتدرب معك صباح مساء ما يمكن تعطيه واحد التقييم ديال المقابله الا في مقابله رسميه. وهذه المقابله كما قال السير الكراكي هو اللي غتعطينا هل هاد اللاعبين جاهزين من جميع النواحي نفسيا وتقنيا وتكتيكيا وبدنيا باش يحملوا القميص ولا لا. وكذلك تعطيهم فرصه يعني تدريجيا يدخلوا في المجموعه ككل. فانا معاه لان هاد اللاعبين هادو شاركوا في الجوز الاولمبيك في الالعاب الاولمبيه، ولكن الجماهير كلها قالت بان هذا هو الفريق الاول اللي خصو يكون. ولكن هذا خطا، ما يمكنش من فئات السنيه واجهتي لاعبين ما عندوش مستوى يعني ديال الفرق الكبرى، لان ثلاث لاعبين فقط اللي كانوا وقحموا ضمن جميع الفرق اللي عندهم ماضي كروي غيكونوا في نفس المستوى مع الفريق الاول. فالبحث تبين بان المدرب عنده الحق، كره القدم تتبغي الاحترام معايير لاقحام عنصر كلاعب لاعب رسمي. فهاد اللاعبين صحيح عندهم مؤيدات بدنيه تقنيه جيده، ولكن خصهم الوقت باش يتاقلموا مع الاجواء ديال الفريق الوطني المغربي. سي طالب، واحد واش انت كتتفق مع الفئه اللي كتقول ان منتخبنا الوطني عاجز عن ايجاد حلول تكتيكيه فعاله كتمكنوا من فك شفرات المنتخبات الدفاعيه؟ صحيح، وكنشوفوا التاريخ ديال كاس افريقيا الفرق التي تجيد الدفاع المنظم والدفاع المتاخر وتلعب على المرتدات تتفوز، مصر السنغال. ولكن عندها ثاني كذلك واحد الاشياء اللي خصها تحترم، يعني لاعبين ذو مستوى جيد في المرتدات عندهم السرعه. والفريق الوطني المغربي كان من هذه الفرق اللي نجح بالسيستم 4-1-4-1 في كاس العالم قطر 2022. الان فضحت يعني وطريقه اللعب للفريق الوطني المغربي من 4-1-4-1 المرتدات وتصغير المسافات وتصغير يعني الممرات على الخصم والتغيير من المنطقه الدفاعيه الى الهجوميه بسرعه. الان ولات الفرق تعرف الان هناك يعني الاناليز دي ماتش خليه اللي كتبحث على الفريق الخصم اللي غتواجهه وكتعطيك القوه
يعني والاخطاء الفرديه والجماعيه ديال الفريق يعني لي ديفو لي كاليتي ديال بيون ايكيب على حساب هذاك يعني التقييم ديال هذاك داك يعني البحث المدرب كيشتغل عليه. فالمغرب الان كلشي عارف تعرفوا ها طريقه اللعب ديالو يقدروا يشدوا لك لي كولوار حكيمي زياش يشدوا لك داير الاسر وتحل. دونك انت خصك تجتهد يكون عندك بلون ا بلون بي بلون سي في المقابله وحده. الباحث نعجبني الركراكي من تعصينا تعصصينا على التسجيل قلب تعصى عليه 4 2 3 1 قلب 4 3 3 من بعد 4 4 2 اون لوزونج كما سمي ديامون يعني دخل جوج مهاجمين دخل رحيمي زائد نصيري وراهم زياش ولعبوا الاطراف لعب دياز مع يعني الزلزولي يعني كات كادو اون لوزونج وخلق متاعب للفريق الخصم. هنا تشياء ديال المدرب. فلذا من الطرق اللي خصنا نبحثوا ان في الاستعصاء في واحد المقابله ما سجلناش الا خصنا نبحثوا على يعني البلون بي. بلون بي هو نلعبوا دو زاتاكو مثلا لوزونج قد نلعبوا الى اخره. هذا العمل ديال المدرب. اي فريق رجع وعارف ينظم راسو دفاعيا وسد عليك الممرات وضغط عليك وسط الميدان خصك تلقى طريقه ديال اللاعب. فحنا صحيح ان تعذبنا شيئا ما في افريقيا مع مصر اللي فازت علينا بمرتد الان الباح نفس الشيء. هذا الفريق المغمور خلقنا مشاكل دفاعيه رغم اننا فزنا عليه. الان مازال عندنا الوقت نبحثوا على طريقه اللعب تجانس بين الخطوط كيفاش نسجلوا واش من اطراف ضمن رفعات الظهيرين او الاجنحه واش غنلعبوا مهاجمين قارين ونلعبوا وراهم وسط ميدان هجومي الى اخره. فالمقابله القادمه خصنا نلقاو هذا الحل نفس السيناريو غنلقاو مع الفريق الافريقي الوسطى غتلعب بنفس الطريقه يعني غتخاف باللغه الكرويه نعمروه 4 5 6 ومباراه الكابون ما خدمتناش لان رحنا بربع لواحد الفريق الخصم باح ما قدرش يخرج يقول انا نبقى نتسنى فرصه وكانوا جاتهم فرصه واحده بالراس ولكن ما كانش خطيره. فلهذا يجب ان نتفاعل مع الطرق يعني اللاعب ديال فريق الخصم اللي غادي يلعب بهذه الطرق ديال الدفاعيه غيسد لك المسافات نص الملعب ديالو يدافع لك ب 10 فخصك ترجع لي في الشوط الاول. إذا الناس الشوط الأول غيفتح اللاعب وهذا هو اللي غيخدم مصلحة الوطن المغربي ولا سيما أن المغربي يعني يملك لاعبين لأن في هذه الطريقة هذه رغم طريقة اللعب سيستم دو جو خص يكون عندك لاعبين عندهم مهارات فردية اللي غادي يغيروا مجرى اللاعب. زلزولي دياز كذلك زياش وأخوماش عدلي هادو مهاجمين اللي المراوغه عندهم سهله فخصنا نستغلوا هاد الوسائل الفرديه فواحد القالب جماعي باش نسجلوا. لان الا رجعوا لك اللور وما خدمتيش خصك لاعب ذو مهارات فرديه. هادو لاعبين ممتازين اللي غادي ان شاء الله مع العمل ومع التجانس مع الوقت ومع الثقه وكنتمنى الجمهور يبتعد شويه من يعني الكريتيك النقد التخريبي وما بقاش نجيبوا الاسماء لان هذا فريق وطني مغربي ان شاء الله. غير بنحبوا الفريق الوطني احبا ولكن انا بحكم تجاربي انا كنت لاعب دولي في كره اليد لعبت كره القدم فاي نقد يؤثر سلبيا على الذهن والنفسي ديال اللاعب ومني كنتكلموا على الذهن والنفسي يؤثر سلبيا على ما هو تقني تكتيكي لان تقنيا تيبقاش يعني امن باللمسات التقنيه وتكتيكيا اللاعب اللي يختبئ. فلهذا الان حان الوقت ان نجتمع كمجموعه كجمهور الدور ديالنا هو تشجيع ماشي تخريب نشجعوا ما نرى ورغم ان نكونوا ما متفقينش لان عندنا كاس افريقيا في البلاد ديالنا خصنا نكون مجندين مع الفريق الوطني المغربي ولا نخرب لان ملي كتقيس لاعب كتقيس المجموعه واللاعب الان في المغرب ولا في العالم تيامنوا بالفيسبوك على الوسائل الاجتماعيه. فلهذا يجب ان نبتعد شيئا ما على النقد ولا سيما كان هناك ناس غير مغربيين وانا اعرف هذا انهم يتدسسون وسط المجموعه ولا الجمهور المغربي ويريدون ان يؤثرون على المجموعه المغربيه. فلذا نتمنى ان شاء الله نقصوا شويه تدريجيا ونلقاو جمهور حضاري جمهور اللي تيحب الفريق الوطني المغربي الجمهور اللي يدفع الفريق المغربي ولا نتعيش شيئا ما على الانتماء لان بعض الناس كتنتموا لواحد الفريق خصو اللاعب ديالهم يكون تما وهذا يضر الفريق الوطني المغربي. هذا فريق الوطني المغربي اي لاعب حمل القميص الا هو مغربي
ان شاء الله نتمنى يكون هذا الشيء. نتمنى رسالتك تكون وصلت للجمهور المغربي سي طارق. لا خصهم يتوصلوا لان كنهضر معهم كغيور على الفرق الوطني المغربي وحامل القميص المغربي اكثر من 70 مقابله دوليه. عارف ما هو القميص المغربي؟ اي لاعب كيحمل القميص المغربي الا تيبغي ما كيشوفوش الماديات. الناس راه كلهم ما عندهمش مشكل مادي، مشكل ديال الانتماء للوطن. فخصنا نجازيهم بالتشجيع فقط. وحتى الجمهور المغربي لا احد زعما غادي يزايد على حب الناس للمنتخب الوطني ديالو، بدليل ان داكشي اللي عاشوا معاه في قطر والحب اللي عبروا عليه. ما خصش الناس هذاك النقد كيف قلت لك راه كيكون نتيجه حب الفريق، واننا كنتمنوا نشوفوه في النقد فيه وفي كنتمنوا نشوفوه دائما مزيان. انا كنتكلم على السب والشتم، فهذا عيب وعار اننا احنا مسلمين ونسب الغير ونعتب اشياء واش تسمع الكلمه حيوانيه. فهذا انا شفت بزاف لي كومونتير ما عجبونيش بكل صراحه، فلهذا تنقد ما هو تقني تكتيكي ما عجبنيش مثلا طريقه اللعب. هذا اللاعب خصو يصلح راسو، كاين طرق باش نوصل ولكن باش نهدم لا. فنتمنى ان شاء الله نصلحوا راسنا ويكون واحد التجانس اللي نعطيو الثقه لهاد الناس هادو. فهاد اللعيبه تقريبا في المغرب راه كلهم رسميين ولا عندهم مستقبل مع الفرق ديالهم، فما يمكنش فرق اوروبيه تاخذ هاد اللاعبين ولا سيما انهم مغاربه باش نفهموا. فلهذا الا خديناهم انا خذوهم هاد الفرق هادي الا هم امنين بالمؤهلات ديالهم. فكيجيو المغرب خص الوقت، خص الوقت، خص ناس تكتيكي على حساب المؤهلات ديالهم باش يكون النتيجه ويكون الاداء. حنا المغاربه كنعرفوا باش نقول الاداء، فلهذا تدريجيا غيجي هذا الشيء، ماشي الان ولكن مستقبلا يكون الاداء. كيف قلتي مازال الوقت ونتمنى بقى سنه و ثلاث اشهر، مازال الوقت، اكثر من 6 مقابلات اللي نصحوا فيها راسنا. ونتمنى نشوفوا منتخبنا الوطني في اتم الجاهزيه ان شاء الله باذن الله اللي كتكون في بلادنا. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه الحلقه، الى اللقاء في موعد جديد.